لا لا مش بيرر فيك بيرر رجع عامه بيرر ده تحديدا عشان انا عايز افشل. في حد عايز يفشل؟ انا عايز اعمل حاجه وافشل بيها مزاجي كده. عايز اتعلم من الفشل اللي هدخل فيه. انا عارفه البرنامج هيفشل. يعني انت يعني رايحه على مش في واحد دلوقتي بيبقى عنده فلوس مش تمام يعني مصدرها مش كويس وبيعمل غسيل اموال انا عايز افشل علشان يعني شايفه ما عندكيش حاجه كويسه تقدميها فرايحه تفشل في البرنامج؟ لا انا عندي حاجات كويسه اقدمها. طب ليه عايزه تفشل؟ هو انا زي ما بقول لك زي نفس نظريه غسيل الاموال التصريحات اللي انا بقولها دي هتخلي الناس تقعد تتفرج. يعني الناس بتتفرج على واحده مفشله نفسها قبل ما تطلع. طب هتطلع تقول ايه؟ فالناس هتقعد تتفرج وهو على فكره المنتج القناه عارفه كده والا ما كانوش اصروا امبارح ان هم عايزين يعجلوا بالمؤتمر الصحفي وبيقول لي شوف الموضوع الحجاب ده عايزين نخلص منه يعني بعد الضجه اللي حصل كل حاجه بعملها بيقولوا عليها اسفاف مفيش حاجه جديده يعني. انتوا ليه متخيلين انا مخضوضه؟ انت بقى عندك مانع خالص. لا انا لو ما اتقالش على حاجه انا بعملها اسفاف لو ما انتبهش انت قد الحاجه اللي انا بعملها انا بقول ان انا يعني اللي انا بعمله ده فشل. يعني انا بعمل حاجه الناس تقول عليها انا فشل بالنسبه لي. انا عادي انا الموضوع عندي ايزي جدا